عدد كبير منا نحن هذا الجيل الذي وصل الآن إلى زيادة من 70 سنة في عمره قام بخيانة الطبقة التي كان ينتمي إليها في المعظم، وهذا أمر حصل ليس فقط في المغرب بل حصل في جميع المجتمعات. علينا لا ننسى أن لينين كان أبوه عامل بالمفهوم ديال العامل أي الوالي، والي لمنطقة مهمة في ساراتوف. علينا لا ننسى أن ماو تسي تونغ كذلك منحدر من أسرة ثرية، شوان لي نفس الشيء. إذن هذه أمر متصل بالأوضاع التي يحياها الشعب في فترة من فتراته، ويحياها تحياها الأمة ويحياها الوطن في فترة من فتراته التاريخية. فأظن أن هذا شيء يعني ما في حتى شيء إشكال. لا ماشي إشكال، ولكن أنا أود، لا هو ماشي، لا نبحث عن الإشكال، ولكن بدك تحول. أنا أريد أن أسأل، هل تلك الجرائد التي كنت تقرأها أنت في سن 9 لوالدك، هل كان لها تأثير؟ من دون شك، طبعا لما مثلا كنا نتابع ما يحدث بالنسبة لحركة التحرر الوطني لا في المغرب ولا خارج المغرب كان لذلك أثار كبيرة علي. مثلا كنت تنتبع بشغف كبير ما كان يحصل في فلسطين، بل أنا وأخي كنا اختارينا أسماء ديال القادة ديال المقاومة الفلسطينية آنذاك، فوزي قوقاجي وإسماعيل كذا، ما بقيتش عاقل على الاسم ديالو الكامل، بحيث هذا شيء طبيعي لأنه المناخ والجو العام كان يساير هذا الأمر هذا. إذن تمينا بهذه الحركة الوطنية على المستوى العالمي، وهوشيمين كان كذلك من الأبطال لما كنا صغار، ولا يمكن أبدا أن أنسى عمري آنذاك 14 سنة الفرحة التي غمرتنا نحن الشباب عندما سمعنا في الإذاعة، إذاعة طنجة، أفريكا طنجة آنذاك، أن الجيش الفرنسي تكبد هزيمة نكراء في ديان بيانفو، لا سيما أن المذيع الفرنسي الذي بث الخبر أخذ يبكي ويشهق عندما أعلن عن هذا النتيجة هذه. وحنا عكس ذلك كان عندنا واحد الفرح لم يتصور في أذهان من لم يعيش تلك الفترة. طبعا كون هاد الناس اللي نعتبرهم أبطال كانوا في معظمهم يناشدون العدالة الاجتماعية وينادون بالمساواة، أصبحنا شيء طبيعي أننا نطلع على ما كتب في هذا الموضوع، من كتب ماذا، ونقرأ ونغني حصيلتنا أو معارفنا بذلك. أنا مثلا عشيت الاستقلال، كنا في مجموعة الطلبة التلاميذ السلويين، وكنا في إطار نوع من الحلقة، حلقة من دون شك أن كان وراءها بعض المسؤولين في حزب الاستقلال، لكن ما كناش حنا واعين بذلك ولا يهمنا هذا الأمر. اللي كانت يهمنا هو أننا نلتقي نحن شباب ونناقش، وكنا نناقش مثلا الثورة الفرنسية، وأنا تنذكر أنني قمت بعرض حول هذه الثورة وتكلمت عن روبسبيير، تكلمت عن مارا، تكلمت عن ديربوا. إذن من الطبيعي أننا نهتم بتاريخ الآخرين ونستفيد من تجاربهم، وبالتالي وصلنا إلى ما وصلت إليه شخصيا. شكرا جزيلا. العفو سيدي. وأنا فخور جدا بهذا بأننا نناقش شوية من الذاكرة ديال الأستاذ مولاي إسماعيل، وأتمنى شخصيا أن شي نهار تكتب مذكرات، ولو على سبيل إن شاء الله، ولو على سبيل يعني بعض الرسائل الأجيال، وهذا يكون فيها واحد نوع من الغرور. رسائل الأجيال، كل جيل
يعيش لكن حياته الاستفادة من التاريخ، وتجربته. الاستفادة من التاريخ طبعا الاستفادة من من التاريخ تجربة مهم، الآخرين مهمة وتجربة جدا. الشعب وتجربة الشعوب الأخرى شيء أساسي. نعم هو وهنا فهم أهمية التعليم تاني، نعم والتكوين. وهنا مع كل الأسف نلاحظ أن بلدنا ما زال متخلفا في هذا الباب، كوننا مثلا ما زال عندنا 33% من شعبنا أمي. لا يعرف قراءة هذا فعلا يعز في قلب أي مواطن له حس غيره. وطني. أنا لم أكتب مذكراتي لسبب بسيط، هو أنني أتخوف وأخشى ما يمكن أن تأتي به الذاكرة، والذاكرة تخون، فهي تجمل أحيانا بعض الأشياء وأحيانا أخرى تلغي أحداث وأشياء أخرى. طبعا هذا يعود إلى معطيهم البشر برمته، ولكن انطلاقا من هذه الملاحظة البسيطة، لأنني في معاشرتي للناس استمع إلى بعض الناس يتكلمون عن أشياء ويظنون أنني كنت موجودا في حدث ما، في حين أنا لم أتذكر أبدا أنني وجدت في هذا الحدث أو ساهمت فيه. فبالتالي ما هو صحيح بالنسبة للآخرين من دون شك صحيح بالنسبة لي، وهذا ما جعلني أتخوف وأبتعد من كتابة المذكرات. ترجمة